أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع رؤى. إحنا النهاردة دلوقتي في أيام مباركة، مرورا بشهر رجب وبعدين شعبان، وداخلين على شهر رمضان الكريم. كل سنة وحضراتكم طيبين، شهر الخير وشهر البركة وشهر صلة الأرحام وشهر التسامح. كل سنة وكل أسرة طيبة، وكل سنة وحضراتكم كلكم بخير. والنهاردة عندنا حلقة مميزة جدا جدا، مختلفة عن كل الحلقات اللي فاتت، لأن معانا فنان الملوك والرؤساء، معانا الملحن الكبير والموسيقار العظيم دكتور أحمد حجازي. هيكلمنا عن الفن الجميل وهيطربنا بفنه، وهنسمع منه على العود زي ما كنا بنسمع زمان في زمن التراث الجميل. اهلا بحضرتك دكتور احمد. اهلا وسهلا دكتور رؤى. اهلا بحضرتك. ومعانا كمان استاذ بيومي عازف ايقاع. اهلا بحضرتك استاذ بيومي. دكتور احمد، احنا عارفين طبعا ان الموسيقى ليها دور كبير جدا في ان هي ازاي تبعث الطاقه الايجابيه في النفوس. اكيد. وكمان بنقدر نخرج بيها من حالات الاكتئاب اللي احنا بنبقى فيها. أكيد. والمشاكل والضغوطات النفسيه اللي احنا بنبقى فيها. اكيد. فاحنا ممكن نتعالج بالموسيقى من الامراض العضويه كمان، ولا ده بيبقى من الامراض النفسيه بس؟ لا لا لا، اكيد طبعا علاج بالموسيقى بيخش في دلوقتي كمان، داخل في حاجه مهمه جدا، الا وهي التخدير. دلوقتي في تخدير بالموسيقى، مش بس تاثير يبقى تاثير في الريفلكسولوجي والميزوكولوجي بس، تاثير على الموسيقى والروح فقط، لا، في تاثير كمان، في دلوقتي بقى في تخدير بالموسيقى، بيقللوا كميات التخدير، بيقللوا التخدير اللي كالحقن والحاجات دي. وبيحاولوا يبقى في تخدير بالموسيقى في دلوقتي، وفي سيمفونيات وفي حاجات، في اغاني وفي حاجات كده بتحط سماعات لحد ما يبقى الانسان مخدر. والحكايه دي على فكره مش غريبه علينا رؤى، المذيعة الجميلة الحلوة اللي بتقول أسئلة جميلة كده، لأن السؤال ده محتاج حلقات كتيرة قوي أستاذ رؤى. إن زمان في حاجة اسمها في سد الحسين، وفي الحتت اللي فيها المولوية وفيها للذكر، بيسموها الذكر في الطبقات، الطبقة الأولى الطبقة الثانية بيبقى فيه ذكر، فيلاقوا من كتر المدح الناس تقع على الأرض، فالناس اللي بتقع على الأرض دي بيفقد الوعي تماما، من عندك من 30 دقيقة لحوالي 45 دقيقة ممكن اعمل له في الوقت ده عمليه فعلا. طب ايه اللي حصل له في التخدير؟ ان بيكون الغده النخاميه تشبعت بافراز ماده اسمها الاندرفين، وبقت وصلت لدرجه فوق توصيل مسار الطاقه، خليته فقد الوعي، ممكن يبقى بقى تخدير، بقى مخدر تمام. ده من القديم، والذكر والحاجات دي. فابتدوا الناس ياخدوا من الموسيقى هذا العلم، ومن ايام الحرب العالميه وبيعالجوا الجنود والحاجات دي بالطاقه المزيكا، فيقولهم يستجيبوا للاستشفاء اكتر يعني. طيب احنا دلوقتي ده في ايام وهنبقى في شهر كريم، شهر الخير وشهر البركه، فياريت لو تسمعنا كده حاجه تطربنا بيها، تعلي من الروحانيات عندنا. تعالي نقول مع بعض بعد العشاء في رمضان. بعد العشاء في رمضان، وتحضر التراويح، ولا في شهر كيان، وكل يوم تسابيح. ما يهمنيش دينك، لك رب هيحاسبك ولوحده هيدينك. ده اللي هممني تكون انسان، اللي هممني تكون انسان بقلب كبير، وحب وزرع خير في كل فدا دينا. الله 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 الله
ومحتاجين لك يا نبي ومحتاجين لهدى الله ونفحة من ضياء الله ونفحة من ضياء الله الله. حضرتك عزفك جميل جدا وصوتك اروع الصراحه، والاغاني دي فعلا بتدي روحانيات جميله جدا وبتدي قد ايه طاقه ايجابيه واحنا بنسمع عن رمضان وعن الرسول. كلمنا عن كتاب حضرتك شويه، العلاج بالموسيقى والغناء. العلاج بالموسيقى والغناء طبعا زي ما اتكلمت، هو في مختلف العصور القديمه في العلاج بالموسيقى من الفارابي والعصور دي كلها، وده انا عامل ابحاث في ده وموجود الكلام ده، والكلام ده مترجم، ترجمته فرنسا وترجمته يعني كذا ترجمه من انجلترا وفرنسا وفي ايطاليا، مترجم الكتب بتاعتي في العلاج بالموسيقى والغناء، لانها بتتناول شكل روحاني و بتتناول بشكل كمان في وجدان وشجن. الوجدان والشجن اللي حضرتك اتكلمتي عنهم، اللي احنا ازاي دلوقتي خرجنا من حاله لحاله، وكنا في حاله من شويه وبقينا في حاله ثانيه بسبب الكلام والمضمون واللحن واللي احنا قلنا ده. العلاج بالموسيقى بتاثر حتى على الشباب، الجيل اللي من دول لما تلاقي مثلا بيقول لك لا ده الجيل ده اختلف، مش عارف يسمعوا اغاني مش حلوه، لا في نوع الموسيقى بيفرق، بتاثر طبعا. عندي في طلبة عندي ياسين وعندي يوسف وكمان إبراهيم، عندي ثلاث نماذج من الأعمار المختلفة. لما باجي أشتغل مزيكا معهم وفي السن ده ألاقيه يبقى مش حابب يسمع الموسيقى الحالية، حابب يسمع الموسيقى اللي فيها الفكر الروحاني والصوفي. الثلاث نماذج اللي ياسين 8 سنين مثلا، يوسف 14 16، ابراهيم مثلا، فالاسماء دي واللي انا قلتها وحددتها على كل واحد تاثير، الرفلكسولوجي والميوزيكولوجي تاثير روحاني. لا انا عايز اسمع محتاجين لك مثلا، احنا قلناها دي، او انا عايز اسمع فازوا بنيل الاماني، او عايز اسمع يا خالق الخلق، او عايز اسمع سبحان من أسرى، او الاغاني اللي فيها فكر. خيالي عنده 8 سنين يقول عايز اسمع اغاني ام كلثوم، فده مبقاش موجود دلوقتي. ده مش موجود. لا، ولكن انا دلوقتي ببص للكوبايه النص المليان مش النص الفاضي، بقول طالما النماذج دي موجوده يبقى اكيد الخير في وفي امتي الى يوم الدين. حتى في سماع الموسيقى هيبقى فيه خير، لان لما مصر عدت العالم كانت ام كلثوم شايله جزء كبير قوي في الفكر الثقافي والمفهوم الثقافي. مصر والقاهره كانت اخذ اعظم مدينه على مستوى العالم،
وان شاء الله سوف تعود وتبقى جمهوريه مصر العظمى. ودي احنا شفنا المومياوات نقلوا ازاي بفكر حضاري وفكر. كان حدث عظيم جدا اللي حصل دوت. وكان حتى الحفله الموسيقيه اللي كانت موجوده حفله موسيقيه كلاسيكيه رائعه. موسيقى رائعه رائعه، فكر رائع، ما فيهوش بقى سينج وما فيهوش مش عارف ايه وما فيهوش مهرجانات، ما فيهوش الكلام ده. لا, لا لا خالص، في موسيقى راقيه العالم كله سمعنا والعالم كله انبهر بينا. فانا عايز اقول دلوقتي شكرا لجمهوريه مصر العظمى، وشكرا رئيسنا طبعا هو القائد طبعاً. الليله هو اللي عامل الليله دي كلها مصر بصراحه. ام الدنيا طبعا طبعا، عشان كده احنا هنسمع حاجه لام الدنيا. نسمع طبعا، ده ضروري ضروري. لا انا عامل لام الدنيا حاجات كتير قوي ومتناولها بكل الاشكال، حتى بالشكل اللي كنت مره في حفله في الجزائر وعمال اللي هخش في وسط الجمهور والفنانة وفاء الحكيم هتبتدي تقول والأستاذ عبد الرحيم حسن، فمستنيني عشان أنا اللي هبدأ المسرح، فهخش بس مجرد كده وأنا بقول حاجة على نظر بقول حاجة كده لقيت الدنيا كلها مش عارف أوصل لهم نص ساعة وأنا بقول كده يعني. وبعدين ده عشقك يا بنت العفريت ما بيتشبعش منها. انا بحب مصر جدا لدرجه ان مصري حتى العظم، يعني حتى عظمي مصري. اه والله يعني لما بسافر بره وبغني اغنيه لمصر تلاقي الدموع تنزل، مش انا بس والله عشان اكون صادق، والاقي في الجمهور وفي احدى الدول لقيت رئيس دوله محاضنني وقام بيسني ولقيته هو بيبكي ولبسني الساعه بتاعته عشان خاطر كنت بغني لمصر. احساس حضرتك وحضرتك بتغني ده كفايه، ومع الكلمات مع اللحن احساسك رائع الصراحه. الله يخليكي، ميرسي جدا. انت اللي مذيعه شاطره جدا، وانا بتنبأ لك بمستقبل قوي جدا، وان شاء الله تبقي مذيعه جامده جدا جدا جدا. وبتعملي تري وبتستقبلي التعليمات لا حد جميل جميل ان شاء الله. ربنا يخليكي كويسه يا استاذ رؤى ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. احنا بقى عايزين نتكلم شويه عن ازاي نرجع تاني الفن الجميل ده والتراث ده تاني. احنا دلوقتي الغنى والموسيقى وكل ده راح لناحيه تانية خالص خالص، بكلمات بتدي طاقه سلبيه وبتبوظ عقول شبابنا. برافو عليك. ازاي نرجع الشباب دي تاني للفن الجميل ده، يسمعوا ام كلثوم وعبد الحليم ويستخدموا العود والكمان ازاي نعمل ده؟ انا اشكرك على السؤال الجميل ده، برافو عليك، ما كنتش متوقع منك السؤال ده، بس عايز اشكرك بجد وبحييكي وعايز للمشاهدين حيوها
كل المشاهدين وكل الحاضرين حيوها وسقفوا لها، لان سؤال جميل جدا. اكيد الموسيقى المهرجانات بتعمل طاقه سلبيه، اكيد موسيقى المهرجانات بتعمل اسلوب عكسي وبتعمل اسلوب متردي، وبنشوف اكيد اطفال بيعوروا بعض ماسكين سنج وحاجات كده، وبنشوف حاجات مش لطيفه، وبنسمع كلام هاتي بوسه يا بت مش عارف الخمور وحشيش، وبنسمع حاجات في الفاظ ما تنفعش ان اطفال كمان تسمعها. طبعا طبعا انا استحي لو ليه، انا الحمد لله ما اتجوزتش ما عنديش اطفال دلوقتي، بس ان شاء الله استحي لو انا قاعد جنب اختي ولا امي ولا مراتي في المستقبل ولا بنتي في المستقبل ولا اي حاجه، ولا حتى اطفال العائله بتولاد اختي مثلا يسمعوا اديك في الحاره سجاره ولا دي حاجات كده. لا يعني حاجه اسلوب متدني واسلوب لا يرتقي. بس الحمد لله عايز ابشر حضرتك ان من خلال الرؤيه الجديده، يا رؤى الرؤيه الجديده ما بتقولش كده ابدا. الرؤيه الجديده بتقول ايه؟ لا يصح الا الصحيح، واللي ملوش ماضي ملوش حاضر، واللي ملوش جذور ملوش فروع. انا كنت قريب في حفله فرح لقيت مشغلين فيه موسيقى ام كلثوم فقط ممنوع، قلت ايه الرقي ده؟ قلت لاخويا ناصر سيف الفنان الكبير، قلت له سامع الرقي الفرح سامع ايه اللي ايه ده؟ احنا داخلين فرح، ايه الفرح؟ اغاني ام كلثوم وداخلين بهدوء، واستمتعنا الساعتين اللي قضيناهم في الفرح بنسمعنا جو من الموسيقى الراقيه. فقلت له ابشر، الموسيقى قبل الكورونا حاجه والموسيقى بعد الكورونا حاجه، لان الموسيقى تبعث طاقه ايجابيه، والطاقة الإيجابية هتيجي من ده، من الفكر الموسيقي الكلثومي أو الوهابي أو عبد الحليم أو حتى فريد، كل دول الموسيقى القديمة تبعث حاجة اسمها عبق الماضي وسحر الحاضر. فالموسيقى ابشري، وسؤالك الجميل ده، بس احنا فعلا رؤى احنا محتاجين له حلقات كتير عشان نفهم ازاي التأثير السلبي والتأثير الإيجابي. ممكن ندرس الموسيقى في المدارس؟ ده مهم جدا، وعلى فكرة القيادة السياسية بتاعتنا ورئيسنا مهتم جدا بده جدا جدا جدا، وحتى وزيرة الثقافة الفكر الراقي إيناس عبد الدايم دي فكر راقي، ودي وزيرة بجد برفع لها شابوه وانحني أمام، لأنها قريب بس عملت حفلة وهي بتعزف فلوت. اتفرجوا على قمة الثقافة، اتفرجوا على قمة الفكر المستنير. لا أمريكا بقى تعالي اتفرجي عندنا، بصي عندنا وزيرة بتعمل إيه. نقول أوروبا تعالوا اتفرجوا عندنا، بص الوزيرة بتعمل إيه. عندنا وزيرة متحضرة مثقفة عالمة فنانة نجمة. فهو ده كما ينبغي أن يكون، كما ينبغي أن يكون. والثقافة والموسيقى هي مرآة الواقع يا رؤى، هي اللي بتشكل وجدان الشعب ده كله. العود ممكن نستخدمه في ان احنا نعزف بيه لحن يبقى مش كلاسيكي بس؟ طبعا هنعمل دلوقتي تجربة، وانا عملت ده في تجربة بتاعة أستاذة فنانة كبيرة اسمها الدكتورة هالة لواري، عملت لها هتغني انها تقول فاكر لما جوطشت، خدت من عبق الماضي الى سحر الحاضر. خدنا أغنية الطشت دي اللي هي اشتهرت وانا لسه بعملها بالعود، ما سجلتهاش في الاستوديو، اشتهرت وانا بعملها بالعود كده ومسجلينها في بلكونة عند الأستاذة نهاد حمزة اللي هي الكاتبة الأولى في جريدة الأخبار، وانا مسجلها في البلكونة عندها وعمالقة الفن قاعدين بعود، والأغنية يعني الحمد لله اكتسحت واشتهرت جدا. نسمعها كده؟ لا هتعجبك قوي، بس ما تتخضيش او نسمعها لأن والله انا استحميت في الطشت. هنقول كده بقى ببساطة جدا الأغنية دي، فكر بسيط، كلام بسيط، لحن حتى بسيط بس غربي. بابا 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 لما
مسمار فحيت امها كانت حويطه مطبخها وابور وحله امها كانت حويطه مطبخها وابور وحله فاكر لما كنا لما قوات الشد نستحم فاكر لما كنا لما قوات الشد نستحم بتخلص واكيد لينا حلقات تانية علشان نستمتع باللحن الجميل ده. اعزائي المشاهدين نشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.